في تست قديم كانوا يعملون الآن الري ايجنت ما هي متوفى تشانل تست يعطى المريض طبعا اللي هو فيتامين بي 12 عن طريق الفم ويكون labeled with radioactive اللي هو isotope. طيب ويعطوه في نفس الوقت هو different phases لكن الكونسبت من يعطوه هذا مع الراديو ليبل ويعطوه في نفس الوقت intramuscular injection من الترانسكوبالامين. طيب عشان عفوا كوبالامين يعطوه فيتامين بي 12 في الانترامسكولار كميه يعني كبيره بحيث انه يشبع المخازن اللي هو وناقل البي 12 اللي هو الترانسكوبالامين في الجسم بحيث انه لا بد يمتص اللي هو الاورال دوز اللي ليبل بالراديو اكتف ماتيريالز ما يحصل اللي هو المخازن كلها ريبلانشت ولا يخزن هذا فيطلع عن طريق اليورين الله يكرمكم فيكشف اليورين اذا كان 10% فاكثر من الجرعه المعطاه حقيقه ظهرت في اليورين معناتها الامتصاص از اوكي وما عنده مشكله لكن لو كان عنده مثلا بيرش اسال يمين عنده مشكله نقص بالانترنسك فاكتور فما راح يمتص من ضمن الفيز ممكن يعطوه انترنسك فاكتور مع الراديو في الفيز رقم 2 مثلا وشوفوا اذا امتص معناتها عندي مشكله في الانترنسك فاكتور تمام ففي اكثر من فيز ويستخدمون راديو ايسوتوب والتست ما راح نسالكم عن تفاصيله لانه يعني الشركه ما عادت تقدم الري ايجنت تعرف الايسوتوب شويه مزعج التعامل معها فهذا بس الفكره الكونسبت العام شيء للذكر يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماشي صباح النور مساء الخير تفضل طيب طبعا هذا مصاب اللي هو البيرشس عنده طيب شايفين الجلد كيف شكله هنا ليمون يلو ابيرنس بسبب الكالر وبسبب الجوندس وهذا تانك شكله املس وانفلامد هذا جلوسايتس في هذا اللسان وهذا عباره عن سكشن طبعا من السباينال كورد شايفين المناطق الفاتحه اللي في الدروسل تمام وهنا في اللاترال طيب فهذا اللي هو الديجنريشن او الديمايليشن اللي حاصل وهذا الهايبر سيجمنت شايفينه تمثل حجمه كبير 1 2 3 4 5 6 هايبر سيجمنت اللي يتوفر طيب شكلها مكرر طيب الفايندنج اللي في الفوليك اسيد نفس الفايندنج باستثناء انه ما عندي نيورولوجيك مانيفستيشن تمام؟ طبعا من ضمن الاشياء النوتات المهمه بالفوليت انه المراه قبل لما تخطط انها تحمل لابد تاخذ جرعات فوليت ما سمعته بال اللي هو نيورال تيوب ديفكت او سباينا بيفيدا ايوه هذا او الصلب المشقوق اللي سمعته فيه يكون جزء من الحبل الشوكي يعني مكشوف وغير محاط بفقرات فهذا الصلب المشقوق وجدوا انه الفوليت يلعب طبعا يحتاجون كميه اقل يعني دوز فقط بسيط جدا يعني لمنع السباينا بيفيدا ما هو زي الجرعه اللي تستخدم لمنع الانيميا لدى النساء الحوامل طبعا هاخذ فوليت مستقبلا لو حملوا طيب والفوليت لمنع الانيميا عشان مع البريجنانسي عندك جنين والجنين بحاجة خلايا شتكات او كذا وحاجة فوليت المصدر الوحيد عن طريق الام فيعمل استغلال لموارد الفوليت ومخازنها لدى الام طيب عادة زي ما قلنا الفوليك اسيد ما نقيسه في السيرم نقيسه في السيرم والار بي سي لانه احيانا السيرم يمكن فقط حديثا اخذ له وجبه فيها شويه فوليت فيعطيك اللي هو الفوليت ليفل في السيرم عادي طبيعي بينما اللي يعنيني الار بي سي فوليت كيف وضع تمام فالتريتمنت طبعا فيتامين ريبليسمنت لكن في حاجه مهمه جدا لابد تؤخذ بالحسبان اللي هو في حالات الفيتامين بي 12 لو اعطيتها كميات من الفوليت ممكن تتحسن الانيميا قد يصير عندك انطباع انه والله المريض بدا يتحسن بس التحسن هذا ما راح يمتد للمشاكل العصبيه تشوف الديجنريشن انت يعطيك انطباع والله فانت لازم تعمل تحلل الاثنين الفيتامين بي 12 مع الفوليت تمام لا تعطي فوليت الوحده
طيب البي 12 عشان المشاكل العصبيه والمنحه وكذا مع تدهور، يعني لما تعطيهم كميات ضخمه من الفوليت. طيب الفوليت ممكن ترى يتحول يعني من اللي هو التترايد تترايد الفوليت الى تترايد الفوليت الى مثل تترايد الفوليت يتحول الى الام 5 وان 10 مثلين تترايد الفوليت بطريقه مباشره. تمام، لو اعطيتك كميه ضخمه ممكن يعني تتحسن الانيميا بس ما تتحسن هذه اللي هو الفروقات. هذا البيرنشس انيميا. الاكلوريديا يعني انعدام، اي في بدايه اي شيء معناته ما فيش، ها انعدام اللي هو حموضه المعده في حاله البيرنشس. ما قلنا في انتي بادي اجينست البارايتال سيل، البارايتال سيل تنتج لك الهيدروكلوريك اسيد، تمام، وعنصر مهم في العصاره المعديه بالاضافه للانتنسيف فاكتور، فهنا يكون موجود بينما أبسل في حالات في الأسباب الأخرى من فيتامين بي 12 ديفيشنسي والفولي. الأوتو اعتبادي موجود فقط في البيرنشس أنيميا. الأتروفيك غاستريتس موجودة في البيرنشس أنيميا فقط وغائبة في بقية الأسباب الفيتامين بي 12 والفوليت. الغاستريك كارسينوما ريسك وجدوا أنه مع الأتروفيك غاستريتس ممكن يزيد مع البيرنشس أنيميا. تمام، هايبر سيجمنتد النيتروفيل موجود في كلها ميجالوبلاست يعني موجود كلها. يمشي فيكم مرتفع في كل الحالات. طيب نيورولوجيك ديزيز فقط باسباب البي 12، بي 12 ديفيشنسي فور بي نيورولوجيك ديزيز. بارازايتوبين موجود في كلها تقريبا، الهوموسيستين زائد في كلها. السيرم جاسترين ليفل يكون مرتفع فقط في حالات البيرنشس انيميا. الجاسترين ليفل ما هو الا يعني فيدباك بسبب نقص الهيدروكلوريك اسيد. الجاسترين الغرض منه انه يستحث البارايتال سيل عشان تفرز هيدروكلوريك اسيد. هو الجياس ها البنكرياس الجاسترين جاسترين في بعض الخلايا موجوده في الاستومك في بعض في موجود يقول اي 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 نعم. هذا الجاسترين ليفل يزيد في حالات الجاسترين هذا حتى يحافظ على الاسيديتي حقه الاستومك. هذا الجاسترين هنا لما قلل الاسيد زاد يعني تباعا، والميثيل مالونيك اسيد يكون مرتفع وين في البي 12 فقط، لان ما لنا علاقه احنا الميثيل مالونيك اسيد فقط البي 12 اللي قلنا عليه. تمام، الباثوي الكيميكال باثوي الاخر دي اكلاستيك. ايش معنى اكلاستيك؟ اي ما في شيء ما في بليج، ما في يعني تكاثر او ما في بوبيليشن المرض بسيلز. بمعنى طبعا انت النخاع العظم عندك فات سيلز، تمام، فراغات او تجاويف، يعني فات سيل تبدو لك كتجاويف يعني هذه عباره عن فات سيل شايفين، وهذه انذر فات سيل، وهذه مكون خلوي. طيب مجموعه خلايا اللي هو الهيماتوبويتك سيلز. المفروض الريشو هي تعتمد حسب الايج، يعني واحد مثلا عمره خلينا نقول 20 سنه اخذت منه بومر، المفروض يعبرون عنها في البومر ريبورت بالسيلولايت، بومر وسيلولايت. المفروض خلينا نقول كقاعده عامه تحتمل حسب الصامت وحسب كذا وعوامل اخرى، لكن رفضي حط 100 ناقصا مثلا الايج، مثلا واحد عمره 20 100 ناقص 20 يعني 80% 70% اكسبتبل فور ذيس ايج، لكن واحد عمره 70 سنه يعني ممكن تحصله 30% مثلا ولا 20% ذاتس فاين، يعني هذا ابروبريت فور ذا بيشنتس ايج. فانت عمليه السيلولايت تحدد حسب الايج، كل ما تقدم الواحد من عمر تقل السيلوريتي ويزيد فات سيلز على حساب الهيماتوبويتيك. طيب طبعا بالنسبه للكلاسيك انيميا يكون عندك بانسايتوبينيا لانه اصلا فيري هايبوسيلولار، تمام، تقريبا معظمها فات سيلز، في شويه لينفويد وبلازما سيلز فقط وشويه هيستيوسايت. النورمال هيماتوبويتيك اليمنتس ار ماركتلي ديفيشنت، تمام، وبالتالي ما في عندي المصنع يعني فشل بالمصنع نقدر نقول يعني جهاز التسميه ما عندي تصنيع خلايا يعني كله فات منين يجي. طيب ايش اسباب اللي هو الابلاستيك انيميا؟ قد يكون برايمري وقد يكون سكندري. برايمري يعني مجهول، يعني اما برايمري مورط في مجموعه من الكونجينيتال يسمونها بون والمارو فيلير سيندرومز، مجموعه من ضمنها طبعا فانكونيا انيميا ونان فانكونيا انيميا، هذه بسبب الميوتيشن بجينز محدده وكذا ما راح نخوض في تفاصيلها، لكن في اشياء مورده.
هيريتيد كونجنيتال موجوده يعني من الولاده. وفيه الاكثر شيوعا اللي هو اكواير ويكون ايديوباث. فجاه واحد صار عنده ديفلوبمنت اوف بان سايتوكينيا، شافوا حاولوا يستقصوا الاسباب، عملوا له فيتامين اس اي، شافوا له بقيه الاشياء، شافوا السبلين هل هو، لانه لو صار في هايبر سبلينيزم بعض الحالات ممكن يحصل بولينج للهيماتو للبلاد في السبلين فيصير سايتوكينيا بسبب الهايبر سبلينيزم. البيشنت ما عنده هايبر يعني سبلينيزم ولا سبلينوميجالي ولا عنده مشاكل معينه ولا فيعملوا له بوم مارو تمام سامبل فيكتشفوا ان البيشنت من ذلك هايبو سيريرا تمام، ويبدو انه ماشي مع الكلاسيك يعني، ولكن السبب مجهول ايديوباثيك فهذا ايديوباثيك. في اسباب ثانويه يعني واحد اخذ علاج اشعاعي على سبيل المثال، ولا تعرض زي حصل حادث تشيرنوبل تعرض الناس في المحيط الى اشعاع، هذا الاشعاع المؤين او الايونايزنج راديشن راح يؤدي الى اللي هو الهايبوبليجيا يعني في 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 ضرر على البوم. طيب في بعض المذيبات الكيميائيه البنزين، في بعض البيستسايد مبيدات حشريه والامور هذه والانسكتسايد وبعض الاسمده ممكن كذلك كمواد كيميائيه. وفي بعض الدراجز، الدراجز مالي العلاجات الكيميائيه بطبيعه الحال لما تعطي واحد علاج كيميائي متوقع توكسيك على المرض فممكن يحصل عنده اللي هو هايبو ابليجيا في المرض. او في بعض الادويه الاخرى المضادات سلفونامايد مجموعة قائمة طويلة وبعض الأنتي كومبرسنت. وفي الفيروسز النون أي نون بي نون سي هيباتيتس فيروسز، فيروس هيباتيتس ممكن يتبعها بعد فترة أكلاسيك أنيميا تمام. وفي إي بي في سي إم في أذر فيروس فيروس إنفكشن يعني هذا الشكل. طيب يا دكتور الراديشن المفروض يزود الخلايا؟ لا الراديشن يسبب سرطان. أنت طبعا ايونايزنج ايراديشن راح يعمل اذيه تمام، يعمل اللي هو ستريس على الخلايا فممكن ما يمكن السيلز حتى لما يعالجوا الان الاورام والامراض الاورام في علاج اشعاعي عشان يعمل دي بولكينج تمام. لكن هذا على اللونج ران ممكن يحصل ميوتيشن، والميوتيشن هذه ممكن لاحقا بعد هالفتره ممكن ما ديفلوب اللي هو الميوتيشن، والميوتيشن هذا تعطي البروليفريشن بروبرتي. لكن فهي ممكن يعني تداويها بالتي كانت هي الداوى يعني احيانا مثلا في يستخدمون في اورام الدم مثلا في بعض الالكليتنج ايجنت تمام، تستخدم الالكليتنج ايجنت لعلاج مثلا اكيوت مايلود لوكيميا. ممكن البيشنت بعد كم سنه يحصل له ثيرابي ريليتد اكيوت مايلود لوكيميا، تعالج من هنا وتخلف من هنا على اي حال. طيب ايش السبب؟ السبب حقيقه والميكانيزم بالضبط ما هي معروفه بشكل كامل، ولكن في يعني قد يكون شيء ابنورماليتي داخل الخلايا او ابنورماليتي اللي هو حاصله بعنصر خارجي تمام. ولكن بكل الاحوال وجدوا انه في البيشنت المصابين بالابلاستيك انيميا في نسبه منهم يستجيبون لبعض الاميونوسبريسنت ايجنت، فقالوا قد يكون الاميون يعني اللي هو الاميونيتي تلعب دور في مهاجمه الخلايا وتقليصها والهايبوبليجيا للكبار. يعني مثلا هذه الستمسل اللي في الظروف الطبيعيه، الستمسل المفروض عندها قابليه السلف للنور تمام والبروليفريشن، تعرضت الانسلت مثلا بي اي فيروس باكس واتس او ايفر غيرت شويه جينيا صارت ايش؟ اما اكسبريس نيو انتيجين حتى التي سيل ريسبونس تمام؟ او نفس من داخليا الانترنسك حصل عندي جيناتيك اوتريشن قلل من قدرتها على اللي هو البروليفريشن والديفرنشيشن. وبنهايه المطاف الاند ريزلت واحده اللي هو نو ابليشن. فيكون عندك لما تجي انت واحد عنده بلاستيك مثلا يعني تدخل الابره تبغى تاخذ منها تكتشف سائل من النخاع العظمي كله فات اصلا ما يطلع معك شيء. فيسمونه دراي تاب، هذا الدراي تاب. ولما تشوفه تحت الميكروسكوب هنا شايفين هذا فيري هايبو سيريلا، هذه الابلاستيك اللي هو طبعا هذه ريفاين بايوبسي. في عندنا اسبريت تسحب فلويد راح نشوفها في اللاب شوي، وفي اللي هو ريفاين بايوبسي تكسر جزء من نخاع العظم وتاخذه كتيشو تمام، تعمل له ديكالسيفيكيشن ويعملوا له اللي هو ستيننج على
يحطون بارافين امبيدنج ويعملوا منها سلايسز ويحصلونها تحت المايكروسكوب. هذه اللي هو تشوف هذه تريفان بايوبسي تقدر تحدد السيلاريتي تقدر تشوف الدي ان انفلتريشن، بينما الاسبريت تشوفها تحت المايكروسكوب فلويد تمام وفيكست وستيند وتشوف الخلايا يعني تعمل عاد تفريقي وهذا. طيب طبعا الايج اند ايج والاونست عاده تكون ما هي فجاه اول اوف صادم يعني انسيديوس، والمانيفستيشن تختلف حسب اللي هو طبيعه الانيميا. بعضهم ممكن يبدا فقط في سيل لاين يعني ريدكشن وعاده يكون انيميا، وبعد شوي شوي يحصل ابروفريشن كل اللاينز بقيه تنزل بحسب الانيميشن. الانيميا واحد عنده انيميشن او تعب تمام وارهام فويكنس وكالر ودسنيا ثرومبوسايتوبينيا ممكن يحصل عنده بليدنج بليدنج الميوكوكيوتينس اللي هو بليدنج بسبب نقص البليتس فيتيكيايو ايكيموسس. الفيتيكيايو بين بوينت يعني زي راس الدبو صغيره الايكيموسس اكبر يعني عاده الفيتيكيايو زي راس الدبوس يعني 3 ملم عند امتداري يعني صغير جدا والايكيموسس اكبر والبروزز. نيوتروبينا طبعا يكون عرضه البيشنت ليش؟ انفكشن بكتيريا انفكشن. والسبلينو ميجري عام كاركترستيكلي ابسنت ما في عندك بلاستيك هنا ما عندك سبلينو ميجري think about other اللي هو causes. بالنسبه لل بي سي ممكن تكون نورموسيتك ممكن سلايتلي مايكروسيتك تمام على عكس الميجالوبلاستيك. الميجالوبلاستيك لما نقول مايكروسايتوسيس بالميجالوبلاستيك 120 130 تمام هنا يعني ها 100 101 يعني شيء يعني على البوردر لاين. طبعا تذكر الصايت كيف تتوقع عددها اللي تعكس وظيفه ما في خلل. طيب الدياجنوسس تعتمد على عينه من القاع ونحتاج بايوبسي تحديدا عشان تؤسس السيلولاري، ولا بد طبعا اللي هو تفرق الابله مو اي بانسايتوبينيا كونسيستنت وذ افلانسيك يعني قد يكون بسبب لوكيميا قد يكون بسبب ام دي اس قد يكون فلا بد انك يو هاف تو اكسكلود العدد الدفرنشي. طبعا البروجنوسيس فاليبل الحقيقه العلاج يعتمد حسب اذا كان كونجنيتال بون مارو فيلير سندروم عاده التريتمنت اوف تشويز اللي هو اذا كان فيه متبرع في النخاع العظمي يزرع على نخاع عظمي جديد تمام، والنخاع هذا الخلايا الستيم سيل هذه ويل بوبوليت البون مارو راح تتكاثر وراح يستعيد السيل بالنسبه لك. كيف تصير اكثر من بون ولا ايش قصدك اكثر من بون؟ بالجينات اذا كانت الكيس حقتنا جين ريليتد كونجنتال كونجنتال يعني هل كل بون مارو في ديفكت او ايوه هو بالستيم سيل تكون ديفكت لا مثلا عاده يعني يصاب جميع العظام اللي بالجسم ولا كل نخاع عظمي انت عضو اورجن واحد تمام كلها مصابه طيب ما راح تصاب بشكل اختياري اي شيء انهرتد موجود من يا انهرتد فروم فادر ولا ماذر تمام معناته بكل الخلايا منقسمه من الفيرتلايزد ايج الجنين كلها تحمل في بعض الحالات زي داون سيندروم بعض الاشياء يكون موزيك في بعض الخلايا نورمال في بعض الخلايا حسب وين مكان الاكوزيشن للديفكت والميوتيشن لكن هذا كونجنتال يعني في الجيرم سيل ميوتيشن وتنتقل لكل الخلايا يعني ترى يمكن قصدك لو اخذت عينه من هنا وعينه من مكان اخر والله عشان علاج الاستنداس العلاج هذا مساله اوسع من كذا وخلافيه بشكل اكبر.